يا صابر انت ايها الرئيس. نعم. ائتلي بالمتسابق. كيف يا عضو يأمر الرئيس؟ ولكن انت شجاع، انت مغوار. ائتلي بخالد الشوباني. هيا خالد، هيا هيا. أيها الرئيس، تعال، أنت الرئيس. اجلس. ارفعوني إلى الأعلى. لقد زاد وزني وكبستي. أوه. أتريد أن ها نحن ذا على دروب النومان، نسير معا وتخويفكم يسير قبلنا. من غيرنا يفعل يوما مثلنا دربا خطيرة إلى القرية؟ من غيرنا؟ قرية عجيبة، والمعيد يأتيها يصدم الشباب. كل من فيها رصيدهم قليل، أخطاؤهم كثيرة، البقاء للأقوى في أي أسبوع خرجت إلى مرحلة الخطر؟ ما خرجت الأسبوع. ما هو رأيك يا الرئيس؟ لنجعله في السجن. وإن لم يكن السجن، أين نضعه؟ اختر مكانا معينا في مخبز القرية؟ نعم. ماذا تقول هذا الشاب؟ ما هو رأيك فيه؟ شاب لذيذ وجميل ورشيق وعجيب. إنه شاب رائع. أتود أن يعود إلى القرية؟ نعم. قل له. سوف أعلن النتيجة. أعطيني بالأوراق. أين الأوراق؟ بصوت عالي أيها الرئيس. أبقى. مبروك العودة للقرية. الحمد لله. يا رب. الحمد لله. Вот, стану.